نطق الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري أن الوزارة تنفذ خططا طموحة متعددة المحاور حتى عام 2027 تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول والتوسع في مجال تحلية المياه بالإضافة إلى استخدام نظم الري الحديثة لتطوير منظومة المياه في مصر ومواجهة ندرة المياه. والمزيد من التفاصيل في حوار الزميل عاطف عبد الشافي. الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري أهم ملامح خطة الموارد المائية والري حتى عام 2037 يا فندم. خطة وزارة الموارد المائية والري حتى 2037 بتعتمد على أربع محاور رئيسية. المحور الأول هو تنمية الموارد المائية، المحور الثاني ترشيد الاستخدامات، والمحور الثالث هو تحسين نوعية المياه للتوسع في إعادة الاستخدام، والمحور الرابع هو تهيئة البيئة المواتية لتنفيذ أعمال إدارة الموارد المائية. نعم. هي تحت المحور الأول اللي هو تنمية الموارد المائية، الوزارة بتنفذ برامج ومشروعات وخطتها طموحة جدا لتنفيذ مشروعات لحصاد الأمطار والحماية من السيول. نعم. الحقيقة برضو عندنا برامج قوية تنمية الموارد من خلال الاعتماد على المياه الجوفية العميقة، استخدام مستديم في خارج الوادي والدلتا. نعم. دي كلها برامج بتؤدي لتنمية الموارد المائية، بالإضافة لأن بعض الإجراءات اللي الوزارة بتحطها للدولة ككل لتنمية الموارد المائية تخص بعض الوزارات الأخرى، ولكن في النهاية هي بتؤدي لأن احنا بنقدر نحقق نوفي الاحتياجات المطلوبة، زي التوسع في التحلية. نعم. وفي برنامج طموح شغالين فيه مع وزارة الإسكان والشركة القابضة لتحويل المحطات المياه الشرب للمحافظات الساحلية والمحافظات الشاطئية اللي بتطل على الشواطئ لتكون كلها محطات تحلية، عشان يتم توفير كمية المياه اللي بتوفر عن طريق المياه السطحية لمحافظات الوادي والدلتا، ويتم اعتماد التحلية للمحافظات الساحلية، وده يمكن بيوفر كمية مياه كبيرة. نعم. وبيسمح لنا بإعادة الخلط على الترع اللي بتوصل للمحافظات الساحلية. جهود وزارة الري لرفع المعاناة عن الفلاح المصري وتوفير المياه لري الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية الزراعية في مصر. بالنسبة الحقيقة وزارة الري بتشتغل مع المزارعين ومع الإخوة على مستوى المواقع، بأن في قطاع كامل بيعمل على التوجيه المائي وعلى أن هو يبقى في تواصل مع المزارعين، بنعمل على تطوير المسائي، تطوير المحطات، بيتم التواجد معاهم بشكل دوري، عقد دورات تدريبية ولقاءات توعوية بنعرفهم بأهمية الحفاظ على المية وإزاي يحافظوا عليها واتباع نظم الري الحديث. برضو احنا الوزارة اشتغلت لأكثر من 3 سنين مع مزارعين في الدلتا لزراعة الرز بالتكثيف، ودي كانت تجربة رائدة في محافظة البحيرة حققت نجاح كبير. المزارعين من خلالها اتعرفوا على ازاي ممكن يزرعوا الرز بطرق حديثة بتوفر في المية، وفرت حوالي 20% من مياه الري، بالإضافة ان حصل زيادة في الانتاجية 1.5 طن للفدان. فالحقيقة دي كانت تجربة رائدة، وكان المزارعين بيشعروا بان في فايدة ان هم بيتبعوا التقنيات الحديثة. نعم. في تجارب كتير منها الاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل المحطات، برضو في اكتر من منطقة رائدة الوزارة توسعت في تشغيل محطات الرفع عن طريق الطاقة الشمسية، وتم التعاون بين الوزارة والشركة القابضة للكهرباء مصر ان توصل المحطات دي بشبكة الكهرباء، فبقى المزارع اللي بيوفر في تشغيل المحطات بيوفر في طاقة بتدخل الشبكة بيكسب فلوس، فبقى في منفعة متبادلة، الدولة بتستفاد من توفير المية، المزارع لما بيوفر مية بيستفاد هو كمان انه بيكسب فلوس من الطاقة اللي بيولدها. وان نعم. شاء الله التجربة دي قيد التقييم لتعميمها في مناطق كبيرة. وغدا ان شاء الله جولة جديدة واخبار